السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلاب الصف الثالث الأساسي، أرحب بكم في درس هذا اليوم الذي بعنوان مقارنة الكسور. حيث سنتعرف في هذا الدرس على كيفية مقارنة كسرين بشكل صحيح، وكذلك مقارنة بين كسرين باستخدام النماذج وخط الأعداد بدقة، وكذلك سنقدر أهمية مقارنة الكسور في التعاملات اليومية وفي أمور حياتنا. والآن دعونا نتذكر بعض المفاهيم الأساسية التي ستلزمنا في درس اليوم. كما تعلمنا من قبل، هيا بنا، استعد لتشاركني الإجابة. مما يتكون الكسر؟ هيا يا صغيري فكر في الحل، أنا بانتظارك. نعم، الإجابة الصحيحة هي يتكون الكسر من البسط والمقام وخط الكسر. أحسنتم. إذن ماذا يمثل البسط وماذا يمثل المقام؟ البسط هو العدد الموجود في أعلى الخط ويمثل عدد الأجزاء الممثلة من الشكل، بينما المقام هو العدد الموجود في أسفل الخط ويمثل عدد الأجزاء المتساوية الكلية للشكل. والآن دعونا ننتقل إلى درس اليوم وهو مقارنة الكسور. في البداية يجب أن تعلم يا صغيري أنه يمكنك مقارنة الكسور عندما يشير الكسران إلى الحجم نفسه من الوحدة الكلية. والآن مع المثال التالي،
هيا نقرأ سويا. أنهى عامر ثلاثة أسداس من واجبه المنزلي، وأنهت حليمة أربعة أسداس من واجبها المنزلي. من الذي أنهى الجزء الأكبر من واجبه المنزلي؟ هناك طريقتان لمقارنة الكسور. الطريقة الأولى التي تشاهدوها على اليمين باستخدام المكعبات أو شرائح الكسور، فنجد أن عامر نمثله بثلاثة أسداس، حيث أنه أنهى ثلاثة أسداس من واجبه المنزلي. أما حليمة قمنا بتمثيل أربعة أسداس لحليمة من واجبها المنزلي. انظر يا صغيري إلى ثلاثة أسداس وأربعة أسداس، في رأيك من منهما أكبر؟ نعم، أربعة أسداس أكبر من ثلاثة أسداس، ولكن يجب أن تلاحظ معي أنه عندما يتساوى المقام فإن البسط الأكبر يمثل الكسر الأكبر، فأربعة أسداس أكبر من ثلاثة أسداس. الطريقة الثانية إلى اليسار، وهي باستخدام خط الأعداد. وتعلم من قبل عندما قمنا بتمثيل الكسور على خط الأعداد كنا نقسم خط الأعداد من الصفر إلى الواحد الصحيح، لأن جميع الكسور تقع بين الصفر والواحد الصحيح، فهي أكبر من الصفر وأقل من الواحد الصحيح. قمنا بتمثيل واجب عامر ثلاثة أسداس على خط الأعداد، وقمنا بتمثيل الواجب الذي قامت به حليمة أربعة أسداس أيضا على خط الأعداد. انظر أي الكسرين أقرب إلى العدد الكلي واحد، فنحن نعلم أن الكسور تزداد وتكبر كلما اتجهنا إلى العدد الكلي واحد. عندما ننظر نجد أن أربعة أسداس أقرب إلى العدد الكلي واحد، ولذلك أستطيع القول أن أربعة أسداس أكبر من ثلاثة أسداس. والآن ارجع لصفحة الكتاب رقم 608. أمامك التمرين الأول، استخدم النماذج للمقارنة، استخدم علامة أكبر من أو أصغر من أو يساوي. هناك شريحة الثلث وشريحة الثلثان، هل تستطيع المقارنة؟ التمرين الثاني، أمامك خط الأعداد الأول وممثل عليه سبعة أثمان، وخط الأعداد الثاني وممثل عليه ستة أثمان، هل تستطيع المقارنة بين سبعة أثمان وستة أثمان؟ تحدثنا فيما سبق أيهما أقرب للواحد. والآن يا صغيري قارن بين حلك وبين الحل الصحيح لتقييم ذاتك. المثال الثاني، استخدم النماذج للمقارنة، استخدم علامة أصغر من أو أكبر من أو يساوي. الجزء المظلل في النموذج الأول يمثل أربعة أثمان، والجزء المظلل في النموذج الثاني يمثل أربعة أسداس. في رأيك يا صغيري من أكبر، أربعة أثمان أم أربعة أسداس؟ الآن هناك اختلاف، فالبسط في هذه الحالة متساوي، أربعة في البسط وأربعة في البسط،
أما المقام مختلف. في هذه الحالة يجب عليك أن تعلم جيدا أن عندما يتساوى البسط فالمقام الأصغر يمثل الكسر الأكبر، ولا تنسوا هذا أبدا. فأربعة أسداس أكبر من أربعة أثمان. والآن ارجع لصفحة 609 في الكتاب، أمامك التمرين رقم 2 والتمرين رقم 4. فلنبدأ بالتمرين رقم 2. هناك خط الأعداد يمثل أرباع مقسم من 0 إلى 4 أرباع، وخط الأعداد الآخر مقسم من 0 إلى 6 أسداس، ونريد المقارنة بين الربع والسدس. هل تستطيع الحل يا صغيري؟ هنا البسط متساوي، 1 في البسط للكسر ربع و1 في البسط للكسر سدس، أيهما أكبر؟ التمرين الآخر الموجود إلى اليمين وهو بشرائح الكسور. شرائح الكسور باللون الأصفر يمثلها الكسر ربعان، أما شرائح الكسور باللون الأحمر يمثلها الكسر أربعة أثمان. في رأيك أيهما أكبر، أربعة أثمان أم ربعان؟ انظر جيدا قبل أن تجيب، لأن في هذه الحالة لا يوجد بسطان متساويان ولا يوجد مقامان متساويان، بل يوجد قوة ملاحظة عند صغاري. أمامك دقيقة للحل. والآن يا صغيري قارن بين حلك وبين الحل الصحيح لتقييم ذاتك. والآن مع سؤال التحدي، من منكم يحب كعكة الوافل؟ إنها لذيذة. من يستطيع منكم أن يستنتج هل ربع من كعكة الوافل الصغيرة هذه يساوي ربع من كعكة الوافل الأكبر؟ حاول أن تستنتج وتشرح لنا. هل فكرتم في الإجابة؟ ربع يساوي ربع، ولكن الحجم الكلي لكعكتي الوافل الموجودتان كان مختلف. والآن واجباتك المنزلية، ارجع إلى الكتاب صفحة 611 وصفحة 612. قيم ذاتك يا صغيري وقم بحل التدريبات الموجودة في الواجب. والآن يا صغيري قارن بين حلك وبين الحل الصحيح لتقيم ذاتك. هناك ورقة عمل، أريد منكم أن أتأكد هل فهمتم الدرس جيدا. ورقة العمل تشمل 3 أسئلة. السؤال الأول، تصنع نور سلطة فواكه باستخدام ثلث وعاء من الفراولة وثلثان وعاء من الموز، هل الكمية الأكبر هي كمية الفراولة أم الموز؟ اشرح. هل تعلمون يا صغاري أهمية الفواكه مثل الموز والفراولة لجسمك؟ إنها تمد الجسم بالطاقة، وهي مصدر أساسي للفيتامينات الهامة لجسمك ولحمايتك من الأمراض والفيروسات. السؤال الثاني، استخدام النماذج للمقارنة بين الثلث والثلثان، وانتبه أن المقامات متشابهة وأيضا شرائح الكسور واضحة تماما. السؤال الثالث، هناك خط أعداد مثل عليه ثلث وخط الأعداد الآخر عليه ثلثان، عليك النظر جيدا للمقارنة بين الثلث والثلثان، وانتبه أننا فيما سبق تحدثنا أن الكسر الأقرب للواحد الصحيح أو العدد الكلي واحد يكون هو الأكبر. والآن
هل تستطيع أن تقول لي يا صغيري ماذا تعلمت اليوم في درس مقارنة الكسور؟